مساء الخير. توقف العلماء بالدنمارك عند ظاهرة غريبة ما شهد مثل كوكب الأرض، وهي موجة دفا غير معتادة بالقطب الشمالي واللي عم بتسجل درجات حرارة فوق الصفر أعلى من الدرجات المعتادة بنحو 20 درجة، مما أدى إلى تقلص الجليد القطبي وارتفاع منسوب مياه المحيطات. بالعودة لطقسنا، ربيعي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة، الرطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 26 درجة. ليلة طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بعد انحسار الكتل الدافية عن مناطقنا، مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة على الجبال وارتفاع نسبة الرطوبة وضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. لبكرة التنين بيبدأ أسبوعنا بطقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وغطيطة على الجبال بفترة المساء. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 466 ملم، السنة الماضية 605، والمعدل العام السنوي 815. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 21، على المرتفعات 18، بالبقى 11 والأرز 9. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل سرار 26 درجة، طرابلس 29، الأرز 19، العقورة 21 درجة، ببعلبك 26 درجة، فقرة 19، برمانة 27، بعبدة 29، بيت الدين 26 درجة، وصيدا 29. الرطوبة بتتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الرياح تراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار التنين تتراوح بين 21 و29 درجة، التلاتة بين 20 و29، والأربعة بين 22 و30 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. ببغداد بين 27 و41 درجة، تونس بين 19 و30، وروما بين 17 و29 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.